طلابنا الأعزاء، عدنا إليكم في الفصل السابع، الزمرة الخامسة. أوكي، يعني من اسمها زمرة خامسة، العناصر مالتها تمتلك شنو؟ 5 إلكترونات في الغلاف الطاقة الخارجي. تتكون هذه الزمرة من 5 غلاف. أوكي، عدنا العناصر اللي راح ناخذها: العنصر النيتروجين والرمز مالته هذا. طبعا هاي كلها راح أخليكم على شكل، لاحظ كلها قدامك تنقلها. هاي الفسفول، الزرنيخ، الانتيمون، البزموث، كلهم ذني تنقلهم نوعه، حالته، نوع مركباته، خواص اكاسيده، حامضيه غيرها. عندنا هنا سؤال: الصفات العامه للزمره الخامسه. في هاي معناها اي فايف، هاي في باللاتيني. اولا تتدرج صفات عناصر هذه الزمره من الصفات اللافلزيه الى الصفات الفلزيه، حيث يظهر النيتروجين، الفسفور، الزرنيخ الصفات اللافلزية، الفسفور أيضا صفات لافلزية، الزرنيخ والانتيمون الصفات أشباه الفلزات، البزموث فقط هذا الصفات الفلزية. 2، يكون النيتروجين بحالة غازية بينما تكون باقي عناصر هذه الزمرة بحالة صلبة في الظروف الاعتيادية. هاي كلها شنو الصفات مالتهم؟ مركبات عناصر هذه الزمرة، يا زمرة الزمرة الخامسة، وخواص أكاسيدها: النيتروجين مركبات تساهمية وخواص أكاسيدة حامضية، الفسفور مركبات تساهمية وخواص أكاسيدة حامضية، الزرنيخ مركبات إيونية وخواص أكاسيد أنفوتيرية، الانتيمون مركبات إيونية وخواص أكاسيدية أنفوتيرية، البزموث مركبات إيونية وخواص أكاسيدة قاعدية. عندنا هنا النيتروجين هذا قدامك، اوكي، رمز الغلاف كي، رقم الغلاف 1 قدامك. يشكل النيتروجين 78% من حجم الغلاف الجوي. النيتروجين عنصر غير فعال في الظروف الاعتيادية. علل: يطلق على النيتروجين قديما اسم اللازوت. ليش؟ لأنه عنصر غير فعال في الظروف الاعتيادية. سؤال: ما أهمية مركبات النيتروجين؟ المركبات أهمية كبيرة في الأغذية والأسمدة وفي صناعة المفرقعات. تحضير غاز النيتروجين مختبريا: يحضر غاز النيتروجين بتسخين مزيج من ملح الكلوريد الأمونيوم وملح نتريت الصوديوم بوجود كمية قليلة من الماء. لماذا؟ ليه هاي كلها تحضير؟ ليش يحضر هكذا؟ لمنع حدوث انفجار. ايضا هذا الجهاز داخل وزاري، وهاي معادلاته اللي داخله ويا وزاري. هذاك عندنا التحضير الصناعي لغاز النيتروجين: يحضر غاز النيتروجين صناعيا وبكميات تجاريه كبيره بعمليه التقطير التجزيئي للهواء المسال الخالي من CO2 من الاكسجين. علل: يتقطر النيتروجين اولا تاركا الاكسجين. جيم: لان درجه غليان النيتروجين اوطأ من درجه غليان الاكسجين. خاف تجيك على هذا الشكل. تعليل: سؤال يقول: كيف يتم التخلص من غاز الأكسجين للحصول على غاز النيتروجين النقي؟ جواب: يمكن التخلص من الأكسجين بإمرار الغاز فوق برادة النحاس الساخن والتي تتفاعل مع الأكسجين لتكون C4O. عندنا هنا أيضا الخواص الفيزيائية للنيتروجين، خواص مهمة: غاز عديم اللون والرائحة، على هيئة جزيئي ثنائي الذرة N2، قليل الذوبان في الماء، غير فعال تقريبا في الظروف الاعتيادية. الخواص الكيميائية للنيتروجين، الخواص الكيميائية للنيتروجين: أولا، عند تسخين النيتروجين يتحد مباشرة مع المغنيسيوم والليثيوم والكالسيوم. ثانيا، عند مزج النيتروجين مع غاز الأكسجين والتمريض أو تعريض المزيج إلى شرارة كهربائية فإنه ينتج أكاسيد النيتروجين. عند تسخين النيتروجين مع غاز الهيدروجين تحت ضغط مرتفع بوجود عامل مساعد مناسب ينتج الأمونيا طريقة هابر. وهاي الطريقة. أوكي؟ الأواصر في مركبات النيتروجين: مفردة وثلاثية، كما في جزئي الأمونيا كما في جزئي النيتروجين. غاز الأمونيا هو أحد المركبات المهمة للنيتروجين والهيدروجين. ينتج الأمونيا في الطبيعة
من تحلل أجسام الحيوانات والنباتات بعد موتها، توجد الأمونيوم في التربة على هيئة أملاح الألمنيوم. تحضير الأمونيوم اختبريا، أوكي، أعتقد هذا جهاز الأمونيا إذا هذا نفسيت مختبريا النافورة ما داخل، أوكي. علل، يقول يمرر غاز الأمونيا على عمود يحتوي على أكسيد الكالسيوم، ليش؟ للتخلص من الرطوبة والمصاحبة للغاز. إنتاج الأمونيا صناعيا، ينتج الأمونيا صناعيا وبكميات كبيرة بطريقة هابر. طريقة هابر هي طريقة صناعية لإنتاج غاز الأمونيا، تتصنف تتضمن الاتحاد المباشر للنيتروجين مع الهيدروجين حسب المعادلة الآتية، وهاي المعادلة قدامك. الخواص الفيزيائية للأمونيا، طبعا طلابنا قدام الحذوفات وقاعدة يعني أتابع وياكم الحذف إذا أكو حذف، أوكي. الخواص الفيزيائية للأمونيا، الأمونيا غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة ولاذعة، يؤدي استنشاقه إلى تدمع العين وهو أخف من الهواء. كثير الذوبان في الماء، يعرف محلوله المائي بماء الأمونيا. عند تسخين محلوله المائي أو تركه معرضا للجو فإنه يفقد غاز الأمونيا. عندنا هنا الخواص الكيميائية للأمونيا، جزئي الأمونيا ثابتا كيميائيا، يتفكك لينتج النيتروجين، ليتفكك خاف أقول لك الأمونيا لينتج فراغ وفراغ النيتروجين والهيدروجين. قلنا شكو واحد بالأحمر مكتوب يعني معناها شنو هاي فراغات. عند إمرار الغاز على سطح فلزي ساخن، عند إمرار الشرارة الكهربائية خلال الغاز، غاز الأمونيا فراغ قابل للاشتعال في جو من الأكسجين. المعادلة مالته هاي قدامك. محلول الأمونيا يحول لونه ورقة زهرة الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق. الكشف عن الأمونيا، كيف يتم الكشف عن الأمونيا؟ يتم الكشف عن الأمونيا عند اتحادها مع غاز كلوريد الهيدروجين، حيث ينتج أبخرة بيضاء كثيفة. علل، ليش ينتج أبخرة بيضاء كثيفة الأمونيا؟ نتيجة لتكون غاز كلوريد الأمونيوم. عندنا هنا حامض النتريك، يعتبر حامض النتريك من أهم الحوامض الأكسجينية للنيتروجين. الصيغة الجزئية لحامض النتريك HNO2. تحضير حامض النتريك مختبريا، يحضر طبعا هذا جاهز أيضا مطلوب وزاري، يحضر حامض النتريك مختبريا بتسخين مزيج مكون من ملح نترات البوتاسيوم مع حامض الكبريتيك المركز في معوجة زجاجية هذه، ويكثف بخار حامض النتريك الناتج من التفاعل في وعاء استقبال المبرد بالماء. هذه تحضير حامض النتريك صناعيا، يحضر حامض النتريك صناعيا بكميات تجارية بطريقة أوستولد. طريقة أوستولد عرفها، هي طريقة صناعية لتحضير حامض النتريك بكميات تجارية والتي يتم فيها أكسدة الأمونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل مساعد. خواص حامض النتريك، الحامض النقي عديم اللون تنبعث منه أبخرة ذات رائحة نفاذة. علل، لون حامض النتريك غير النقي، أو الحامض النقي بعد تركه لفترة يعني يتغير لونه من الزمن نتيجة الاحتواء على أكاسيد النيتروجين الذائبة خصوصا NO2. الحامض تام الإذابة في الماء، هاي الخواص مالته. لهنا هذا انتهى الفصل السابع من الكيمياء الثالث، نروح للفصل الثامن ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء، عدنا اليكم في الفصل الثامن الزمرة السادسة. تقع عناصر الزمرة السادسة اي في اي في 1، طبعا قلنا لكم هذه رموز لاتينية او ارقام لاتينية معناها ستة، على يمين الجدول الدوري وتضم خمسة عناصر، هي العنصر الأكسجين والرمز مالته ونوعه وحالته، الكبريت السيلينيوم، الإيثيلوريوم، البولونيوم،
علم. تميل عناصر الزمرة الساسة إلى اقتناص الكترونين من العناصر الأخرى. ليش؟ لأن جميع عناصر الزمرة الساسة تمتلك 6 الكترونات في الغلاف الخارجي، والذي يدفعها إلى اقتناص الكترونين لكي تمتلك ترتيبا الكترونيا مستقرا مشابها لترتيب العناصر النبيلة. الكبريت، الرمز الكيميائي S، الترتيب الإلكتروني رمزه ورقم الغلاف وعدد الإلكترونات، هاي قدامك. وجود الكبريت، عنصر حرفي مناجم خاصة، مركباته غازات على شكل غازات، كبريتات فلزية، أملاح الكبريتات مع الفلزات، ومن أهمها كبريتات صوديوم كبريتات الكالسيوم. غازات كبريتيد الهيدروجين، ثاني أكسيد الكبريت. أوكي، هاي وجود الكبريت كيف يوجد. عندنا هنا تحضير الكبريت مختبريا، مهم هاي طبعا جار دائما. يحضر الكبريت مختبريا من أضافة حامض الهيدروكلوريك المركز إلى محلول ثايوكبريتات الصوديوم بدرجة 10 مئوية. يترسب الكبريت ويجمع بالترشيح. أوكي، هاي المعادلة عندنا شلون يحضر. استخراج الكبريت، يستخرج الكبريت الموجود حرا على شكل ترسبات تحت سطح الأرض بطريقة فراغ فراش. أيضا قلت لكم بشكل شيء مكتوب بالأحمر هو يعتبر فراغ. تتمثل هذه الطريقة بصهر الكبريت وهو في باطن الأرض باستخدام معدات خاصة مكونة من 3 أنابيب. طبعا هاي التحضير مالتها جدا مهم، داخل بعضها البعض متمحورة مركزيا، يدفع بخار الماء المضغوط والمسخن إلى درجة 170 درجة في الأنبوب الخارجية تسمى ألف. علل ليش؟ جواب، ليعمل على صهر الكبريت وهو في داخل الأرض. يضخ الهواء المضغوط من خلال الأنبوب الداخلية باء. علل ليش؟ ليمتزج مع الكبريت المنصهر وتتكون رغوة ترفع من خلال الأنبوب الوسطى. يخرج الكبريت المنصهر من الأنبوب جيم مختلطا ببعض فقاعات الهواء إلى سطح الأرض، يصب في أحواض كبيرة ويترك لكي يبرد ويتصلب. ليش؟ لا يحتاج الكبريت المستخرج بطريقة فراش إلى إعادة تنقية، لأنه هاي الجواب سوري علل، لا يحتاج الكبريت المستخرج بطريقة فراش إلى إعادة تنقية، لأن درجة نقاوته عالية تتراوح ما بين 99.5 إلى 99.9%. عندنا هنا الخواص الفيزيائية للكبريت. أولا، مادة صلبة في درجات الحرارة الاعتيادية ذات لون أصفر، عديم الطعم وذو رائحة مميزة، لا يذوب في الماء ولكن يذوب في بعض المذيبات اللا عضوية مثل ثنائي كبريتيد الكربون CS2. وإذا تم تبخير CS2 تدريجيا يترسب الكبريت على شكل بلورات ذات تركيب 8 الشكل S8. 4، غير موصل للتيار الكهربائي، له صور متعددة في الطبيعة تتباين، يعني تختلف في صفاتها الفيزيائية. هاي شنو هاي كلها؟ الخواص الفيزيائية للكبريت. صور العنصر، يا عنصر عنصر الكبريت، هي أشكال مختلفة الخواص الفيزيائية كالشكل واللون تعود للعنصر نفسه. صور الكبريت، الكبريت البلوري والكبريت غير البلوري، شنو الفرق بيناتهم؟ أيضا هنا تجيني أو يجيني سؤال، ما الفرق بين الكبريت البلوري والكبريت غير البلوري؟ الكبريت المعني أكثر صور الكبريت شيوعا، وهو مادة بلورية صفراء ليمونية الشكل ثابتة عند درجة حرارة الغرفة، وهو أكثر الصور استقرارا. الكبريت الموشوري، تسمي بالموشوري لأن بلوراته تشبه الموشور. أوكي، مثل كبريت المطاط، الكبريت الغير بلوري أو الكبريت اللادن، يحضر من تسخين الكبريت إلى 1500 درجة ويصب سائل الكبريت في الماء البارد، حيث يتكون الكبريت المطاطي الذي يحتوي على سلاسل حلزونية وهو أقل استقرارا من الكبريت البلوري ويتحول ببطء إلى الصورة البلورية.
صيغ الكبريت هاي طبعا عندنا S8 وعندنا S6. يقول عندنا هاي S8 انشط صور الكبريت، علل ليش؟ بسبب التوتر الشديد على حلقة الكبريت الثمانية. عندنا هنا الخواص الكيميائية للكبريت. الكبريت غير فعال في درجات الحرارة الاعتيادية، عند تسخين الكبريت يصبح نشطا ويدخل في كثير من التفاعلات الكيميائية فيتحد بكل العناصر تقريبا اتحادا مباشرا. التفاعل مع الفلزات يحترق الكبريت بسهولة في الهواء بلهب أزرق متحدا مع الأكسجين، ويتفاعل مع الكربون ليعطي سائل ثنائي كبريتيد الكربون CS2. التفاعل مع الفلزات، يتفاعل الكبريت مع الفلزات كالنحاس والحديد والزنك ليعطي كبريتيد هات. التفاعل مع الحوامض المركزة والمكسدة، لا يتأثر الكبريت بالفراغ بالحوامض المخففة في حين يتأكسد بالأحماض المركزة القوية محررا أكاسيد لا فلزية. عندنا هنا بعض مركبات الكبريت. اولا غاز ثنائي اكسيد الكبريت SO2 وجوده يتصاعد بكميات كبيره في الطبيعه من جراء النشاطات البركانيه، يتولد من بعض العمليات، ياهو هذا غاز ثنائي اكسيد الكبريت، اوكي، يتولد من بعض العمليات الصناعيه اثناء تعدين بعض العناصر واستخلاصها، يتولد نتيجه الحرق لحرق المشتقات النفطيه او الفحم الحجري. التحضير المختبري لغاز SO2، خاف تجيك هاي الجهاز مطلوب من عندك. يحضر غاز ثنائي اكسيد الكبريت من اضافه حامض الكبريتيك المخفف الى كبريتيت الصوديوم، ويجمع الغاز بازاحه الهواء الى الاعلى. ليش؟ لكونه اثقل من الهواء. غاز عديم اللون، خواص غاز SO2، غاز عديم اللون ذو رائحه نفاذه قويه اثقل من الهواء، يذوب قليلا في الماء مولدا محلولا لحامض الكبريتوز الضعيف، يحول لون ورقة الزهر الشمس الزرقاء المبللة بالماء إلى اللون الأحمر. أيضا هذا قلت لكم هاي طريقة تحضير غاز الـ SO2، والجهاز هذا أيضا سهل تقدر تحضره. عندنا هنا تحضير غاز SO2 صناعيا، يحضر غاز ثنائي أكسيد الكبريت صناعيا بكميات كبيرة من حرق الكبريت في الهواء عن طريق ضخ الكبريت المصهور في أبراج حرق خاصة. الغاز الناتج بهذه الطريقة يحتوي على نسبة من الشوائب مما يتوجب تنقيته. اوكي، استعمالات غاز الـ SO2 قصر الوان المواد العضوية كالورق والقش والحرير الصناعي والاصواف التي تتأثر عند قصرها بغاز الكلور. يستخدم الغاز لأغراض التعقيم عن طريق حرق كميات من الكبريت داخل الأماكن المراد تعقيمها. 3. يستعمل في صناعة حفظ الأغذية. غاز SO2. مضار غاز SO2 هو غاز ضار جدا وكثرة انطلاقه في الهواء نتيجة حرق الفحم الحجري أو الأنشطة الصناعية يكون له آثار صحية سيئة جدا على الإنسان والحيوان والنبات. الغاز من أكثر مسببات الأمطار الحامضية. عندنا هنا غاز كبريتيد الهيدروجين والصيغة مالته H2S وجوده. يتكون غاز H2S من تحلل المواد العضوية من الاثنين من المياه الجوفية المحتوية على المواد الكبريتية كما في العيون الكبريتية في حمام العليل. ينتج الغاز من النشاط الحيوي للبكتيريا التي تستخدم الحديد والمغنيز كجزء من غذائها. يوجد غاز كبريتيد الهيدروجين في الغازات النفطية والطبيعية. ينبعث الغاز من خلال الصناعات التي تعتمد على الكبريت. خواص غاز الكبريتيد الهيدروجين: غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد أثقل من الهواء. تحضير غاز كبريتيد الهيدروجين مختبريا: يحضر أيضا عندنا جهاز خاص في غاز كبريتيد الهيدروجين حفظ، يحفظ هذا الجهاز. يحضر غاز كبريتيد الهيدروجين مختبريا من تفاعل حامض، ايضا اذا قال لك الطريقه مع رسم الجهاز، اوكي، من تفاعل حامض الكبريتيك المخفف مع كبريتيدات الفلزات مثل كبريتيد الحديد 2
يجمع بإزاحة الهواء للأعلى لأنه أثقل من الهواء. عندنا هاي المعادلة مالته. الكشف عن غاز H2S عند إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين في محاليل الأيونات الفلزية مثل محلول كبريتات النحاس نلاحظ تكون راسب أسود هو كبريتيد النحاس. عندنا حامض الكبريتيك H2SO4 يعد حامض الكبريتيك من أوائل الحوامض التي تم التعرف عليها. علم أطلق جابر بن حيان اسم زيت الزاج على حامض الكبريتيك جيم بسبب تحضيره من تسخين وتقطير الزاج الأخضر كبريتات الحديد 2 هاي قلنا باللاتيني المائية وأملاح الكبريتات الأخرى. تحضير حامض الكبريتيك صناعيا طريقة التلامس لاحظ هي طريقة صناعية عرف طريقة التلامس لتحضير حامض الكبريتيك صناعيا هي طريقة صناعية يتم فيها تحضير حامض الكبريتيك وتتلخص بما يلي. طريقة التلامس أولا تفاعل الكبريت مع الأكسجين لتكوين ثنائي أكسيد الكبريت إدخال غاز ثنائي أكسيد الكبريت إلى برج 2 إدخال غاز ثنائي أكسيد الكبريت إلى برج التلامس والذي يحتوي على عامل مساعد خماسي أكسيد الفناديوم إضافة حامض الكبريتيك المركز فيتكون الداخل إضافة الماء فيتكون حامض الكبريتيك المركز. طبعا هاي المعادلات أربعتهن مهمات مع كل وحدة. عندنا هنا خواص حامض الكبريتيك خواص حامض الكبريتيك سائل زيتي القوام عديم اللون والرائحة عندما يكون نقيا يذوب في الماء بجميع التراكيز مولدا حرارة عالية. علل يستوجب الحذر عند تخفيف حامض الكبريتيك لأنه عندما يذوب في الماء تتولد حرارة عالية. أربعة هاي من خواصه هو حامض معدني قوي. خمسة محاليله موصلة للتيار الكهربائي. ستة يسلك حامض الكبريتيك وأيضا يجي على شكل تعليل الكبريتيك كعامل مجفف لأنه يمتلك ميلا شديدا لانتزاع الماء من المركبات العضوية. علل بروز مادة كربونية تفحم السكر عند إضافة ملعقة من سكر القصب بحامض الكبريتيك. ليش؟ لأن الحامض الكبريتيك ميلا يميل شديدا لانتزاع الماء من المركبات العضوية لذلك تظهر مادة التفحم. عندنا هنا الكبريتات مهمة وزاريا. الكبريتات جدا مهمة بالوزارة دائما يكررونها. هي أملاح حامض الكبريتيك تنتج من تفاعل حامض الكبريتيك مع الفلزات أو أكاسيدها أو هيدروكسيدها أو هيدروكسيداتها أو كربوناتها. معادلات توضح تحضير الكبريتات. أربع محاضرات جدا مهمة. فلز الخارصين أكسيد الخارصين هيدروكسيد الخارصين هاي المعادلات الكيميائية للكبريتات. عندنا هنا هذا المربع اللي تشوفه قدامك او المخطط بعض املاح الكبريتات المائية في الطبيعة. اسم الملح كبريتات الصوديوم المائية كبريتات الكالسيوم المائية كبريتات المغنيسيوم المائية كبريتات الامونيوم ايضا صيغته هذه استعمالاته ايضا هذه فقط عندنا المائية ما عندنا بها استعمالات. الكشف عن ايون الكبريتات SO4 يكشف عن أيون الكبريتات بإضافة محلول يحتوي على أيونات الباريوم مثل كلوريد الباريوم أوكي وهاي المعادلة مالته.